الحراك الطلابي العالمي يفرح، يشرف، يخليك كده تبقى رافع راسك بجد. يعني الحراك الطلابي العالمي رافض فعلا لهذا العدوان الصهيوني على فلسطين. الحراك الطلابي العالمي رافض فعلا كل أشكال الإبادة الجماعية والاضطهاد العرقي اللي بيحصل في فلسطين. فلما تشوف إنه اللي حصل في جامعة كولومبيا على سبيل المثال، وكان أمرا مستغربا جدا لأبعد الحدود، ثم تبدأ ينتقل عدوى حسنة إيجابية للحراك الطلابي في أكتر من جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم أو بالتوازي معاها كندا، ثم أذهب إلى أستراليا، ثم أذهب إلى أوروبا، ولاقي حراك أيضا داخل كبريات الجامعات ببريطانيا بالمملكة المتحدة. هؤلاء الطلاب الرائعين اللي لازم كلنا بدون استثناء، بالمناسبة الطلاب دول مصريين، عرب، أمريكان، أوروبيين، كلنا نفخر بهذا الحراك. وزي ما كنت بقولك، الطلاب دول في يوم من الأيام هيصبحوا هم متخذي القرار في مجالس نيابية منتخبة، في مجالس بلدية، في حكومات، قادة، زعماء، رؤساء شركات كبرى تستطيع أن تحرك اقتصاديات العالم، يرفعون هتاف لأجل حقوق الإنسان من أجل فلسطين. تجد مأساة الاعتقالات لهؤلاء الطلاب. فهذه الأزمة تكاد تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، على حسب ما تردد في رأي بعض من الكتاب، بعض من السياسيين، بعض من المتابعين عن كثب لهذه الملفات. لا أستطيع الجزم بأنها تعصف بال يعني الأحاديث أو المناقشات أو أنها موجودة بالفعل داخل المجتمع الأمريكي، لكن خليني هنا أفهم يا ترى هل ترى إيه اللي بيحصل هناك. دكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بجنيف، أهلا بيك. ونحن نتحدث عن هذه التظاهرات أو الحراك الطلابي العالمي الذي يندد بالانتهاكات التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وفي نفس الوقت نتحدث عن حملة اعتقالات تعصف بطلاب الجامعات الأمريكية طبعا بكل الألم، بدأت في جامعة كولومبيا. أهلا بيك يا دكتور هيثم. مساء الخير لك ولكل المشاهدين، اهلا بك. مساء النور. دكتور هيثم، كيف ترى هذا الحراك الطلابي الدولي؟ نعم، اولا نحن كنا منذ اسابيع من الدعاة لانزال الناس الى الشوارع من اجل التعبير السلمي عن ارائهم بما يحصل اليوم في غزة من ابادات وتنكيل وترحيل وغيرها من الاعمال الشنيعة التي تحصل اليوم ضد الشعب الفلسطيني. ولذلك نحن لم نستغرب هذه الجماهير التي نزلت وعبرت عن رأيها بشكل سلمي وحضاري، مستنكرين كل ما يحصل اليوم من دعم إدارتهم للكيان الإسرائيلي بهذا الشكل الانحيازي إذا أردت. وهذا طبعا ما جعل من ردة فعل سيئة من قبل الإدارة الأمريكية. وهنا دعني يعني أقول شيئا، أننا نستغرب ما يحصل، فعلا نستغرب ما يحصل داخل الولايات المتحدة الأمريكية من هذه التحركات البوليسية التي وقعت في جامعة كولومبيا وغيرها من الجامعات أيضا حصل الشيء نفسه. ولكن المستغرب أن يتم اعتقال عمداء ورؤساء كليات للجامعات، يعني هذا شيء لم يكن من المتوقع أن يحصل في هذا الحراك، لأنه ما كانت تدعيه الولايات المتحدة لجهة حرصها على الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير وغيرها من الشعارات التي نحن نؤمن بها بكل حذافيرها وبكل نقاطها ونحن نعمل على تطبيقها، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تتخلى عن هذا الأمر وحصل ما حصل، وهذا أمر مدان وهذا برسم الشعب الأمريكي ككل. طيب دكتور هيثم، كيف ترى هذا الموقف؟ يعني مسألة أنه رؤساء جامعات عندما يطالبون باعتقال بقى
طلاب الجامعة، فبيقولوا إنه إحنا أبلغنا السلطات لأنهم يرفعون شعارات معادية للسامية أو شعارات طائفية. هل بلغكم إنه الطلاب رفعوا أي شعارات تدعو للعنف أو شعارات معادية للسامية؟ لا 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 طبعا، هذه الادعاءات التي خرجت عن الإدارة الأمريكية أو بعد أجهزة الإدارة الأمريكية طبعا من أجل تغطية الجلل الذي حصل نتيجة هذه الاعتقالات وهذا العنف الذي لم يشهده أحد في الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذا نتيجة لخدمة إسرائيل الأعمى. نحن يعني نود أن نفهم حقيقة هذا الانحياز بهذا الشكل. هناك إبادات تحصل اليوم على الأرض الفلسطينية، كل العالم أدرك ذلك، محكمة العدل الدولية نوهت بذلك وهي اليوم بصدد إصدار المحاكم، الجنائية الدولية أيضا هي بصدد إصدار اعتقالات للقادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا هذه المجازر وما زالوا يرتكبونها. لا تنسى أن رفح ما زالت تحت الحصار وتحت القصف وتحت النار. لذلك يعني هذه الردات الفعل التي يعني سمعناها من قبل البعض طبعا هي لا تفي الغرض، لأن كل هذا من أجل تبرير عمل لا يجب أن يحصل أساسا من قبل الإدارة الأمريكية. طيب، نجد أن هناك حراكا موازيا في جامعات في أوروبا، جامعات طبعا في المملكة المتحدة إلى آخره، لدعم الحركة الطلابية اللي موجودة في أمريكا، وطبعا التنديد بحملة الاعتقالات الواسعة اللي بتحصل للحراك أو للطلبة الأمريكان. كيف ترى هذا الحراك الأوروبي أيضا داعما لزملائهم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا يأتي في سياق الطبيعي سيد الكريم، لأنه أيضا في أوروبا الاتحاد الأوروبي وفي كل المناطق الأوروبية هناك أيضا رأي عام داعم للقضايا الإنسانية والقضايا الحقوقية، وهذا ما كنا أشرنا إليه منذ شهور وحذرنا منه وقلنا أن هذا الأمر الذي تمضي به بعض الحكومات هو أمر خطير جدا، لا يمكن السيطرة على الشارع لاحقا، ويحق للناس أن تتظاهر، هذا موجود في الشرعة الدولية تحديدا في البند 19 حرية الرأي والتظاهر والتحرك السلمي. نحن لا ندعو مطلقا ولن ندعو مطلقا ولن ندعو إلى أي تحرك غير سلمي، لأن التحرك السلمي هو المجدي، هو الذي يعطي النتائج وهو الذي يحرج الحكومات ويضعها في خانة الدفاع عن أنفسها من أجل تبرير الخطأ الذي يعني قاموا به، ولكن لن يستطيعوا ذلك لأن هناك قانون دولي، هناك قانون حتى محلي يحمي هذه التحركات ويحمي القضايا الإنسانية والقضايا الحقوقية. في يوم من الأيام الحركات الطلابية والشبابية في أوروبا وتحديدا في 68 غيرت أوروبا بالكامل. هل ترى دكتور هيثم أن هذا الحراك الطلابي ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن يقلب الموازين، أو في أقل الأحوال من الممكن أن يدفع بالقضية إلى الأمام؟ اولا يعني دعني اكون واضح وان اتحمل كل كلمه اقولها، نحن لا ندعو الى انقلابات على اي حكومه، نحن ندعو الى تظاهرات من اجل تصويب الاود، تصويب الخطا الذي يحصل اليوم من قبل هذه الحكومات. طبعا نحن لا ندعو مطلقا ولسنا في هذا الوارد، ونتمنى ان يكون دائما الحراك سلمي يندرج ضمن القوانين والقوانين المحليه المرعيه الاجراء، حتى لان هذه المظاهرات ايضا يعني تقع ضمن القوانين المحلية وهي مغطاة ضمن هذه القوانين المحلية. ولكن أنا أرى بأنه على الحكومات أن تقرأ جيدا هذه المسارات التي تحصل اليوم من قبل التيار الشعبي العالمي إذا أردت، نتيجة سياسات خاطئة لهذه الحكومات التي انتهجتها في المقاربة مع أحداث غزة بعد 7 أكتوبر. سيد الكريم، نحن هنا لا ندافع لا عن حماس ولا عن الجهاد ولا عن أي من الفصائل الفلسطينية، نحن ندافع عن من حق الشعب الفلسطيني سريعا على الساحة. هناك أطفال، نساء، شيوخ يسقطون من دون سبب، إذا أرادوا الحرب فليفعلوها، ولكن للحرب حتى قوانينها التي رعتها القوانين الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، هناك موجبات على من يتصارع على أي أرض أن يحترم المسافات بينه وبين المدنيين. لذلك نحن هذا ما ندعو إليه، أن
تقوم هذه الدول بما عليها أن تقوم به وفقا للقانون الدولي وليس وفقا للمصالح الأفقية للبعض في هذه الدول. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف.